بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، لعلكم جميعا بخير. الفيديو الجاي إن شاء الله هكلمكم عن شوية معلومات مفيدة تقدروا تنقذوا بها حياتكم. النهاردة بقى هنتكلم عن ريفيو لكتاب أشياء جميلة للكاتبة علا ديوب. بيندرج كتاب أشياء جميلة تحت تصنيف التنمية البشرية وتطوير الذات. الكتاب ده عبارة عن مجموعة من القصص والمقالات، عددها 51 مقالة، كلها بتشجع وتحفز الإنسان على إنه يتغلب على الحاجات السيئة اللي بتواجهه في حياته اليومية، وبتوجهه في نفس الوقت عشان يقدر يستمتع بالحياة وتفاصيلها الصغيرة والأشياء الجميلة اللي فيها. كل قصة بيقابلها مجموعة من الاقتباسات، اتجمعت معظم القصص دي واترجمت للغة العربية، وقد تم نقل بعضها كما هي في لغتها الأصلية مع وضع الترجمة العربية لها. قصص بتتكلم عن النجاح والقدرة على التحمل والصبر ورفض اليأس والحب والثقة بالنفس والرحمة والرأفة. الكتاب ده كتاب لطيف جدا وقصير، مليان بالجمال والحكم البسيطة، ومناسب لكل الفئات والأعمار. شوية مقتطفات من الكتاب كده: أغلبنا يخشى التغيير رغم إن التغيير غالبا بيكون لمصلحتنا وبيقودنا نحو الأفضل. إن لم يعجبك أمرا ما غيره، وإن لم تستطع تغييره غير طريقة تعاملك معه. الأشخاص المشتت تفكيرهم بكثرة بالماضي أو المستقبل لن يعيشوا أبدا يومهم بإشباع ورضا، لذا ركز دائما على الحاضر. الشيء الوحيد الذي يقف عائقا بينك وبين تحقيق معظم أهدافك وأحلامك هي الحدود اللي انت بتضعها لنفسك. لقراءة الكتب متعة لم ولن تصل إليها القراءة الإلكترونية، فأوراق الكتاب حنونة وملمسها دافئ، وفي العودة لأصل الأشياء متعة لا تضاهى. هناك العديد من الطرق البسيطة لتوسع عالمك، وحب الكتب هو أفضلها على الإطلاق. كده انتهى فيديو النهاردة، أتمنى ينال إعجابكم. ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.